عمليا المفروض هتعمل ايه وهننفذ ايه مع بعض علشان نتاكد ان انت كاي سي او في الريل استيت في الويب سايت بتاعك الدنيا معاك ماشيه مظبوط وكل حاجه. اول حاجه لازم تتاكد بالظبط ان انت عندك ليست بالكيوردز على حسب المشروع اللي انت شغال عليه. ولنفترض ان احنا بنتكلم في العاصمه الاداريه الجديده او بروجكت بشكل محدد، فاحنا عندك كيورد everywhere اللي احنا بنتكلم عليه. كيورد everywhere هنا من التولز والاكستنشنز الجميله اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده واشتغلنا عليها في الفيديوهات اللي فاتت، وقلت لك ازاي تسطبها، والمفروض هتاخد منها كل الكيوردز ليست علشان تكون فاهم الكلمات الموجوده والتفاصيل بتاعتها ايه. كاي سي او ريال استيت لازم يكون عندك الكلمات دي ويعرفها كويس جدا. بعد كده المفروض ان انت بتشوف الكومبيتيتورز بتوعك موجودين على الويب سايت بتاعهم وكل تفاصيله عامل ازاي. مبدئيا ممكن تستخدم تولز مختلفة. تول زي اللي احنا اشتغلنا عليها اللي هي ووم وورك قبل كده وعملنا بيها اناليسيس للويب سايت بتاعنا، او ممكن تستخدم تولز مختلفه زي بالظبط سيميلر ويب. هتحط في السيميلر ويب السيرش بتاع الويب سايت بتاعك عادي جدا، وبعد كده هيجيب لك كل التفاصيل. في حوالي 60,000 شخص بيخش على الويب سايت ده، وفي عدد رانك حاصل على الويب سايت او ناس بتخش على الويب سايت من مصر قد ايه، الكاتيجوري عندهم كام كاتيجوري، والترافيك عندهم عامل ازاي، والتوتال فيزيت بالنسبه لهم كام، وكل التفاصيل بتاعت المنافسين بتوعك بما فيهم الدول اللي دخلت عندهم والريفرنس بتاعتهم. بيجيبوا ناس تخش على الويب سايت منين، من فيسبوك ولا من جوجل، والنسبه كمان لكل دخول عندهم عامله ازاي، وكمان السيرش اورجانيك بتاعهم ماشي ازاي، الناس اللي بتسيرش عليهم بنسبه كام في الميه، وكام في الميه بيد مدفوع او اعلانات بيشتغلوا عليه. كمان على السوشيال ميديا هيجيب لك التفاصيل بتاعت السوشيال ميديا بتاعت المنافسين وكل حاجة عن المنافسين بتوعك والتولز اللي بيستخدموها، فيسبوك ويوتيوب وواتساب وانستجرام بشكل كبير. بعد كده الجزء بتاع الاعلانات بتاعتهم بيشتغلوا اعلانات ازاي، وبيجيلهم نسبة مشاهدات منين، والاودينس بتوعهم بكل التفاصيل بتاعتهم، وكمان الفيزيتس بتاعت الويب سايت بيجيلهم من ويب سايت مختلف، والكيوردز والتوبكس اللي بيستخدموها. كمان هيجيب لك كل التفاصيل بتاعت الدخول عليهم وكل الويب سايت والكومباتيتورز بتاعتهم، وهيجيب لك كل حاجة عن المنافسين بتوعك أو بتوعهم، وكمان هيجيب لك كل التفاصيل عن المنافسين. دي واحدة من الويب سايت المهمة جدا جدا واللي لازم تشتغل عليها وتعرف المنافسين بتوعك بيشتغلوا على الويب سايت بتاعهم ازاي، وبيجيبوا رانك منين، والكيوردز بتاعتهم وكل حاجه. بعد كده هتروح على الكيورد بلانر وتشوف المنافسه عامله ايه على الكلمات اللي انت شغال عليها. تعالى مثلا ناخد كلمه من الكلمات اللي طبعا هتطبق ده واحده واحده بالراحه على مهلك معايا، وكمان تقدر توقف الفيديو وتطبق وترجع تقول لي عملت ايه ووصلت لفين. المفروض كمان وانت شغال على كيورد بلانر المفروض هتفتح كيورد بلانر وتبتدي تشتغل عليه وتشوف التفاصيل بتاعت الويب سايت عندك وكل حاجة عن الويب سايت عشان تكون فاهمها بشكل كويس. كيورد بلانر هتديله الكلمات أو الكلمة اللي بتشتغل عليها بعد ما تجمعهم، وتشوف المنافسة على الكلمات اللي بيدور بيها الناس وعند المنافسين عاملة ازاي وعند المنافسين عاملة ازاي. تعالى كده نشوف الكلمات دي ونشوف المفروض السيرش عنها عامل ازاي وكل التفاصيل بتاعتها. تعالى كده ندوس get started وهيقول لك الكلمات دي والله المنافسة عليها متوسطة أو المنافسة عليها عالية أو التفاصيل بتاعتها إيه، و average research monthly بيحصل عليها قد إيه، وسعر كمان الكليك عليها بيكون عامل إزاي، وأعلى سعر الكليك بيكون عامل إزاي. دي واحدة من الحاجات المهمة جدا واللي أنت لازم تشتغل عليها بشكل
كويس، وكمان فلتريشن لو في نتائج معينه انت محتاج تظهر لك، وكمان ممكن بعد كده تستارت بيهم كامبين او حتى تشيلهم في البلان بتاعتك او تعمل لهم داونلود علشان يكون معاك الفايل بكل التفاصيل بتاعته، سواء سعر الكليكات او هاي او كواليتي او التفاصيل بتاعت كل ايه الكلمات اللي معاك. تمام. طيب بعد كده ايه تاني مهم تتاكد منه، والخطوات اللي هنمشي عليها او الخطوات اللي هننفذها ونراجعها سوا، لازم كمان تتاكد ان في جوجل ترند الدنيا مظبوطه، الناس اللي بتتكلم او بتشتغل على الكلمات دي على جوجل ترند في كامل، على طول على جوجل ترند، هم موجودين في محافظات ايه، وانهي كلمه اكتر موجوده من الكلمه المختلفه، وانهي كلمه اللي بتجيب رانك عالي على حسب كل كلمه انت شغال عليها، وعلى حسب كل التفاصيل بتاعت الكلمات اللي انت شغال. تعالى كده نشوف مثلا كلمه زي دي عامله ايه في جوجل ترند، هل الناس بتدور عليها، طب الناس اللي بتدور عليها فين بالظبط، وكمان هتفرق معايا جدا جدا في المقارنه ما بين كلمات وكلمات، المقارنه ما بين كلمات وكلمات تانية. تعالى مثلا نشوف العاصمة الإدارية بدون مقدم، دي حاجة تبين لي قد إيه الناس مهتمة بالجزء بتاع بدون مقدم والسيرش عنها. طبعا في حاجات ممكن ما تظهرش، خلينا نشوف أسعار العاصمة تمام، ونشوف السيرش عنها عامل إزاي. فيش ريزلت، ماشي نشوف العاصمة، شو العاصمة بدون مقدم. طيب خلينا نكنسل ونشوف السيرش هنا، عاصم طيب مفيش برضه ريزلت، انت المفروض بتفضل تحاول تاني معاها شوية في عاصمة إدارية. اهو بدأ يجيب لنا النتائج، والله قال لك ان انت عندك الناس مهتمة بالشقق قد ايه في وقت قد ايه، والله يوم 13 كان في معدل بحث، يوم 14 كان في 92 بحث على الكلمة دي، والمفروض يجيب لك كل تفاصيل مصر وكل الكاتيجوري والويب سيرش، و خلينا نشوف بقية التفاصيل. تمام، تفضل تجرب في الكلمات لحد ما تشوف الكلمات انهي اللي عليها بحث اكتر على حسب الأماكن نفسها. الكلمات دي هتفرق معاك في إيه؟ هتفرق إن أنت تشوف الناس كمناطق بتدور على إيه فين أكتر، بتدور على إيه فين أكتر. مفيش برضو دي ليها ريزلت. طيب تعالى نشوف إيه تاني في الموز بور، وترجع لجوجل ترند وتتشيك عليه تاني، وانا هرجع عليه اتشيك تاني بكلمات مختلفه. في الموز بور بيقول لك بتشوف البي اي والدي اي، البي اي والدي اي، دي اي الدومين اثوريتي والبيج اثوريتي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني جوده الصفحات وجوده الدومين، جوده الصفحات وجوده الدومين. يعني مثلا لو جينا هنا كده عايزين نشوف الجوده بتاعه الصفحه دي والدومين بتاعها، الجوده بتاعه الصفحه والدومين بتاعها. تعالى كده مثلا هنا بيقول لك ان الصفحه دي تمام، الجوده بتاعه الدومين بتاعها او البيج دي الدومين بتاع اليوم السابع 83 من 100، والبيج اثوريتي او الجوده بتاعه البيج 0%. تمام، فهنا بيبلغ جدا جدا الصفحات كتنسيق وكميديا افضل علشان تقدر تعمل زيها وتشتغل عليها. يعني دي مثلا من الصفحات الكويسة جدا جدا. خلينا نشوف مثلا هنا الصفحات الكويسة ونشوف الديزاين بتاعها والتفاصيل بتاعتها. يعني مثلا جينا على صفحة زي دي بروبرتي، طبعا بروبرتي من الصفحات المنسقة بشكل كويس، مقسم كل برودكت في لوحده بالديتيلز بالصور واضحة كل حاجة تمام، فدي من الحاجات الكويسة جدا جدا جدا. تمام، طيب ايه تاني لازم بتشيك عليه؟ بتشوف الكيوردز على كيورد، وتشوف هل تصفي الكيوردز المناسبة ليك
والكيوردز اللي مش مناسبة لي. في كيوردز هشتغل عليه وفي كيوردز مش هشتغل، في مشاريع هشتغلها وفي مشاريع مش هشتغلها. ايه تاني ممكن تشتغل عليه؟ كمان الجزء بتاع الهيدلاين، الجزء بتاع الهيدلاين مثلا، ده هيدلاين احنا محتاجين نشتغله. تعالى كده نعمل لوجن. انت عندك هيدلاين طبعا، اتكلمنا على الجزء ده واشتغلنا عليه قبل كده. انت عندك جزء هيدلاين او عندك هيدلاين محتاج ان انت تشتغل عليه، عندك هيدلاين محتاج ان انت ايه تشتغل عليه. طب انا عايز اعمل اناليسيز للهيدلاين ده واشوف الهيدلاين ده بالنسبه لي مناسب ولا لا، هل الهيدلاين ده جايب النتيجه ولا لا بتاعته. خلينا نشوف اكستنشن. هتضيفها زي الاكستنشن زي ما بنضيفها كده، وتشوف المفروض تشتغل عليها ازاي، ويعمل لك اناليسز على الهيدلاين اللي بتشتغل عليه، يعمل لك اناليسز على الهيدلاين اللي بتشتغل عليه ويقول لك والله انت شغال بشكل مظبوط ولا عندك في مشكلة انت محتاج تظبطها، عندك مشكلة محتاج تظبطها. تمام، من هنا نشوف بيعمل اناليسز، هيجيب لك طبعا زي ما اشتغلنا عليه قبل كده الاس اي او سكور والهيدلاين سكور، بتتاكد ان الهيدلاين بتاعك مظبوط وما فيهوش مشاكل، وبتراجع طبعا الكلمات دي، وعندك السكور عندك ضايع بتبتدي تشتغل عليه بتاع الاس اي او لحد ما يوصل زي ما اتكلمنا قبل كده لحد 80%. طب ايه تاني ممكن تشتغل عليه وانت محتاجه بشكل مهم جدا جدا؟ الجوجل سيرش كونسول، وهنا دي التول مقدمه من جوجل بتقول لك والله دي النقطه اللي لازما تشتغل عليها وتضيف الويب سايت بتاعك فيها علشان تكون متاكد ان الويب سايت بتاعك محطوط في الارشيف عندنا. بتعمل ايه؟ بتجيب الدومين بتاعك وتبتدي تضيفه هنا في جوجل سيرش كونسول. حاول اوريك النتيجه بالظبط، سيرش دوت جوجل دوت كوم علشان يكون ايه باين بالنسبه لك، وبتكتب الويب سايت بتاعك وبيبتدي تديله بعد كده الصفحات ويقول لك والله انت المفروض ايه تشتغل على الويب سايت ده، و من بتأرشف كل الكلمات اللي فيه، بتيجي هنا وبتاخد اللينك والتاكس ده كوبي وبتديه للويب ديفلوبر وبتعمل بيضيفولك في الويب سايت وبيشتغل عليه بشكل كويس، واول ما بيشتغل عليه بتعمل فيريفاي وخلاص، اللي هو ايه جوجل كونسول او جوجل نفسه بيفهم ان انت كده خلاص عندك ويب سايت في مجموعه الصفحات دي، لازم تتاكد ان انت عندك الكلام ده. وطبعا بتعمل كرييت سايت ماب زي ما شفنا. الجزء بعد كده لازم تتشيك الجزء بتاع السبيد برضو اتكلمنا عليه قبل كده، سرعه الموقع، وتتاكد ان الموقع بتاعك سريع ما فيهوش اي مشكله. تمام، وطبعا التول دي بتبين لك سرعه الموقع بشكل كبير بكل التفاصيل بتاعه سرعه ايه الويب سايت. تمام، طيب ايه تاني لازم تتاكد منه وتشتغل عليه؟ الكونتنت اللي انت بتكتبه لازم تكون مظبوط، وتتاكد على الجزء بتاع الترافيك، هتعمل ترافيك منين؟ وده اللي عرفناه من سيميلر ويب لما بيقول لك المنافسين بتوعك بيشتغلوا على ايه بالظبط كترافيك، بيشتغلوا على ايه بالظبط كترافيك، على فيسبوك بشكل كبير وجوجل سيرش، فلازم انت تشتغل على النقط دي. النقط دي هتاخدهم نقطة نقطة وتبتدي تتأكد منها وتفولو اب معايا على كل نقطة بتشتغل عليها، تقول لي أنا طلعت. وطبعا معاك الشيت في اللينكس في كل حاجة، فلازم تتأكد من كل الحاجات دي معاك عشان تقدر تشتغل عليها بشكل كويس جدا جدا وتسبورتد فيها بشكل كبير. طبق بنفسك الأجزاء دي واشتغل عليها علشان تقدر إن أنت تحقق نتائج، وهنتابع كل جزء من دول بشكل مفصل مع بعض. وانت بتطبق المفروض ايه اللي يحصل، وصلت للنقطه دي تمام، وصلت للنقطه اللي بعدها كمل، عندك ايشوز او حاجه عفوا عندك مشكله او حاجه نبتدي نعالجها